نشرة الأخبار. إنجاز المشاريع العمومية خاصة في القطاع الصحي أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط. اليوم انطلاق أشغال الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص. وزير الفلاحة يحذر من أن القادم سيكون صعبا على مستوى قطاع المياه. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وإعلان النتائج في 25 من جوان الحالية. وتونس تدعو في المؤتمر الدولي بالأردن حول الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، تدعو إلى التعجيل بإنهاء جرائم الكيان المحتل وفتح المعابر لإغاثة أهالي القطاع. نشرة السابعة صباحا للأخبار نقدمها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. أسعد الله صباحكم مستمعينا مشاهدينا الكرام. كانت نتائج الاجتماع الرابع للجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في عديد القطاعات ومن بينها القطاع الصحي على وجه الخصوص. كانت محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بوزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي. وشدد رئيس الجمهورية على أن تأخير إنجاز المشاريع العمومية فضلا عن أنه غير بريء يقتضي توفير اعتمادات إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية. كما جدد التأكيد على أن الاقتصاد الوطني الحقيقي هو اقتصاد ينتج الثروة التي ينتفع بها التونسيون والتونسيات، لا اقتصاديا أو لا اقتصادا ريعيا تحتسب على أساسه نسب نمو خاطئة وكاذبة. أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني لدى أشرافه أمس على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق عام 2035، أكد أهمية الاستثمار في الشباب وتحويل التحديات التي تواجهه إلى فرص حقيقية لكسب الرهانات المنشودة. مدير المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني تحدث بالمناسبة عن أبرز محطات إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب. هذه هي الاستراتيجية، فيها رؤية، فيها أهداف، فيها خمسة محاور ودعامتها. هذا ملخص للاستراتيجية بصفة كاملة والشكل. مميزات هذه الاستراتيجية أنها عرضت في شكلها للعالم القطاعي لأول مرة على مجلس وزاري، أنها وعدت بكفاءة تونسية وأنها تنتقل بالمسألة الشبابية من بعد قطاعي إلى بعد أفقي وعبر قطاعي في رؤية ومقاربة كلية ومندمجة. انطلقنا في الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة منذ 26 جانفي في 2023 إلى التنسيق مع كل الوزارات وتحويل هذه الاستراتيجية إلى استراتيجية وطنية مندمجة عبر قطاعية. أثر ذلك تم تنظيم 7 ملتقيات إقليمية شارك فيها قرابة 1860 إطار شبابي، وانتقالا إلى مسألة عبر القطاعية تمت مراسلة كل الوزارات وتم تعيين من قبل كل الوزارات نقاط اتصال في المسألة الشبابية وحتى تساهم في إعداد الاستراتيجية. تنطلق اليوم بتونس أشغال الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص، وذلك بمشاركة 700 من العاملين في مجالات الطاقة والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية. ويشهد المنتدى توقيع جملة من الاتفاقيات بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المادة، والذي خصصت له تمويلات تقارب 449 مليون يورو، إلى جانب برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ يقارب 200 مليون يورو. في اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية المنعقد بتونس، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أن القادم سيكون صعبا على مستوى قطاع المياه، داعيا إلى متابعة توصيات المؤتمر وتنفيذها بهدف التحكم في تبعات التغيرات المناخية وتعزيز النزاهة والشفافية وتطبيق القانون وتعزيز التعاون بين الدول فيما يتعلق بقطاع المياه الحيوي.
القادم أصعب على مستوى المير. وبالتالي احنا هالفرص هذوما نحبوا نتبادلوا الخبرات، مش نحبوا يكون فيه عمل ميداني، عمل يدخل في إطار الوقاية لكيفية التصدي لهذا الخطر الداهم اللي هو التغير المناخي. شنية القوانين باش تحمي جميع الدول إذا كان نحكيه على المستوى الدولي، وتحمي جميع المواطنين إذا كان نحكيه على المستوى الوطني. الموضوع هذا يهمنا برشا، وذاك علاش من بين المخرجات اللي أنا أكدت عليه تكوين فريق عمل مشترك باش يتولى متابعة هالمخرجات هذه. وزارة الفلاح باش تتبعها فريق العمل هذي باش نشوفوا فعليا شنو باش نجموا نعملوا وشنو باش نعملوا. في الشأن التربوي تختتم اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 25 من جوان الحالي. وتنطلق اختبارات دورة المراقبة يوم 1 من جويلية القادم لتتواصل على امتداد 4 أيام على أن تعلن النتائج في 14 من جويلية القادم. أحالت دائرة الاتهام 10 بمحكمة الاستئناف بتونس المتهم بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما صرح به حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس. بشير العكرمي هو قاضي معزول تولى خطتي قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتولى قضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر أمس بطاقة إيداع ضد المحامية سونيا الدهماني، وذلك أثر البحث التحقيقي الذي تم فتحه من طرف النيابة العمومية بالمحكمة. وأكد أن الأبحاث جارية في هذا الملف، وأن هذا القرار جاء على خلفية استغلال المتهمة وجودها بأحد البرامج التلفزية لتتهم الشعب التونسي بالعنصرية، وتشير إلى وجود ممارسات تقوم بها على التمييز بين الأشخاص في تونس حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر نشرا لإشاعات وتحريضا على العنف وبثا لخطاب الكراهية بين الناس وفق تعبيره. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في المؤتمر الدولي حول الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد أمس بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي بحث سبل مواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات لوجستية وعملياتية لإدخال المساعدات بشكل فوري في إطار تفعيل قرار مجلس الأمن 27/20. وشدد كاتب الدولة في كلمته خلال المؤتمر على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية من خلال وضع حد لاستمرار الكيان المحتل في جرائمه المروعة التي طالت مؤخرا مخيما صيرات، والتعجيل بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني مع فرض إعادة فتح كافة المعابر ولا سيما معبر رفح للسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية دون قيد أو شرط. ومع فجر اليوم 50 بعد 200 من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متعددة من القطاع مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. يأتي ذلك في وقت سلمت فيه حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية ردها للوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الرد الفلسطيني الذي تم تسليمه تضمن تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل الوقف التام لإطلاق النار والانسحاب من كامل محاور القطاع بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وأكد البيان القطري أن الجهود الدوحة والقاهرة في وسطاتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشار إلى أن الوسطاء سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.
هذا ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية برد المقاومة، وقالت إنها بصدد تقييمه لكنها تتحفظ على التعليق بشأنه إلى حين مراجعته. على الميدان تجدد القصف المدفعي الصهيوني على شمال مخيم انصيرات وسط القطاع بالتزامن مع اطلاق النار من دبابات اسرائيلية غربي مدينة رفح، ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وكانت وزارة الصحة في القطاع اعلنت في وقت سابق امس ان قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في يوم واحد راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابة. وبالضفة الغربية المحتلة استشهد 6 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامها أمس بلدة كفردان غربي مدينة جنين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل مستمعينا مشاهدينا الكرام، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. إنجاز والمشاريع العمومية خاصة في القطاع الصحي أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط. اليوم انطلاق أشغال الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار تحت شعار تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص. وزير الفلاحة يحذر من أن القادم سيكون صعبا على مستوى قطاع المياه. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وأعلان النتائج في 25 من جوان الحالية. وتونس تدعو في المؤتمر الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية حول الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، تدعو إلى التعجيل بإنهاء جرائم الكيان المحتل وفتح المعابر لإغاثة أهالي القطاع. نهاية هذا الموعد، الكلمة للحبيب أشغام لواصل معكم المشوار حتى 9 صباحا في يوم سعيد، مع أجمل تحيات كامل الفريق، دمتم في رعاية الله.